مستشفى الجزيرة متعدد التخصصات أعد خصيصا لتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية في مصر، حيث يضم نخبة من كبار الأطباء في مصر والشرق الأوسط، خدمات طبية حديثة في جميع التخصصات، العيادات الخارجية، الاستقبال والطوارئ، قسم الأشعة، المعامل، بنك الدم، الأقسام الداخلية والإقامات، غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات. ويضم المستشفى وحدات تجميل الأسنان، وحدات أطفال الأنابيب والحقن المجهري، وحدات العلاج الطبيعي والتأهيل، وحدات الأطفال وحديث الولادة. مستشفى الجزيرة، خدمات طبية عالمية متميزة بأسعار مناسبة. مناسبة. مستشفى الجزيرة. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أعزائي مشاهدي الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عيادة الرحمة. قبل ما ابتدي حلقة النهاردة، أحب أهني الأمة الإسلامية كلها باقتراب حلول شهر رمضان الكريم. كل عام والأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله الأعوام القادمة تكون الأمة الإسلامية في أحسن وأزهى حال. وأحب أهني الشعب المصري بالحدث التاريخي، وهو انتخاب أول رئيس مصري منتخب بإرادة الشعب، وربنا يوفقه ويسدد خطاه لخدمة الوطن ورفع شأنه، وخدمة الإسلام ورفع شأنه. موضوع حلقة النهاردة عن ارتشاح الأذن الوسطى. يعني ايه ارتشاح الأذن الوسطى؟ او يعني يمكن باللغة الدارجة، دايما الواحد بيروح للدكتور بيقول له ابنك عنده مية ورا طبلة الودن، او عندك مية ورا طبلة الودن، يعني الماء ورا طبلة الودن، او ارتشاح في الأذن الوسطى. تعريفه وجود سائل غير صديدي، يعني ما يكونش مصحوب بالتهاب داخل تجويف الأذن الوسطى. طيب عشان نعرف ايه تجويف الأذن الوسطى ده، لازم نعرف تركيبة الأذن الوسطى ووظيفتها قبل ما نبتدي في موضوع حلقة النهاردة، عشان نقدر نفهم الحلقة بسهولة. نبذة صغيرة عن تركيب الأذن الوسطى. الأذن الوسطى هي ببساطة عبارة عن جزء من تركيبة الأذن. الأذن تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية: الأذن الخارجية، والأذن الوسطى اللي هي موضوع حلقة النهاردة، والأذن الداخلية. الأذن الوسطى عبارة عن غرفة صغيرة مربعة حجمها حوالي سنتيمتر مكعب، سنتي في سنتي في سنتي، مقفولة من كل ناحية، بقى مفتوحة من قدام على البلعوم الأنفي اللي هو الجزء من البلعوم اللي خلف الأنف بقناة اسمها قناة استاكيوس. بتبتدي الغرفة دي من الغشاء الداخلي لطبلة الودن اللي هو آخر حتة في الأذن الخارجية، وبتنتهي عند الغشاء الخارجي للأذن الداخلية. يعني هي بتقع ما بين الأذن الداخلية والأذن الخارجية، من الخلف بتبقى متصلة بعظمة النتوء الحلمي، أو بنسميها عظمة المصطاي. الأذن الوسطى التجويف ده مبطن بغشاء مخاطي. الغشاء المخاطي ده متصل بالغشاء المخاطي بقناة الساكس، والمتصل بدوره بالبلعوم الأنفي. يعني البطانة بتبقى ماشية واحدة في كله. كمان بتحتوي التجويف الأذن الوسطى على ثلاث عظيمات صغيرين وعضلتين، دول بيساهموا في عملية السمع وليهم وظائف تانية. كمان بتحتوي على بعض الشرايين والأوردة وأعصاب الحس والحركة، برضو موجودة بتمر جوه الأذن الوسطى. ده ببساطة. طبعا احنا زي ما احنا قلنا، أهم جزء من أهم الأجزاء في الأذن الوسطى الجزء اللي هو اسمه قناة استاكيوس، اللي هي الأنبوبة اللي بتوصل ما بين الأذن الوسطى من الخلف والبلعوم الأنفي من الأمام. الأنبوبة دي بتبقى طولها حوالي 3 سنتي ونص في البالغين، وبتبقى في الأطفال بتبقى نسبيا أقصر وأعرض وأكثر استقامة، عشان كده بتبقى عرضة إنها يدخل فيها إفرازات
الافرازات اللي من البلعوم الانفي بسهوله جدا، ويدخل فيها ايه الرضاعه بسهوله جدا. عشان كده ناخد بالنا من قناه فيستاكوس في الاطفال انها بتكون اقصر واعرض واكثر استقامه. طيب وظيفه الاذن الوسطى ايه؟ ربنا خالق الاذن الوسطى عشان تقوم بوظيفه كبيره في السمع، هي الوظيفه بتاعتها انها بتوصل الذبذبات الصوت من او اهتزازات الصوت من طبله الودن الى القوقعه في الاذن الداخليه عشان تقوم بدورها وتحولها لنبضات كهربائيه وتمشي في النبضات الكهربائيه في عصب السمع وبعدين توصل لمركز السمع في المخ. عشان ناخد اتصال وبعدين نكمل. اهلا يا انسه مريم. السلام عليكم. اتفضلي يا انسه مريم. السلام عليكم. نسألك سؤال يا دكتور. أنيسة مريم معانا؟ أيوة. السلام عليكم. أيوة مش سامعك يا دكتور. طب نكمل لغاية ما تحاول تتصل تاني. فاحنا بنقول إنها بتوصل، بتقوم بتوصيل ال 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 الأنيسة مريم معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. نسأل الله أن يبارك فيكم في قناة الرحمة. يا أهلا وسهلا بك. نسأل السؤال يا دكتور. اتفضلي. معي جور برد كده يعني، وزوري حنجرتي بتجيب لما نصحى الصبح تجيب دم يعني، وأذني بتاكلني وأنفي بنحك أنفي كده يعني. يعني عندك حكة في الأنف وبتجيبي أيوة. الدم ده اللي بيجي من البلعوم يعني مخاط معرق بدم؟ أيوة مع النخام. مع النخام. طيب أيوة. وتقولي في حكة في الأنف؟ أيوة في حكة الأنف حسي يعني دور ده امبارح يعني. بقالها قد إيه الحكة اللي في الأنف؟ نعم؟ بقالها قد إيه وقت؟ من مدة يعني، من مدة طويلة يعني. أنت عمرك كم سنة يا أنسة مريم؟ عمرك 15 سنة. 15؟ 19 كم؟ 19 سنة. 19 سنة. طيب يا أنيسة بتقولي دم من البلعوم اللي هو بمخاط معرق بدم. أيوة وبعدين نعم. في حكة في الأنف وبتقولي في الودن في إيه؟ نعم. والودن فيها إيه؟ فيها بنحكها بتكلم يعني كده بنحكها. فيها حكة وفيها ألم ولا ما فيش؟ أيوة في ألم بنحكها يعني. في الاذن برضو في الم؟ ايوه ايوه ايوه. الالم ورا الودن ولا من جوه الودن؟ لا في جوه الودن. من الودن. طب انت بتاكلي شطه وحوادق ومخلل كتير يا اخت مريم؟ ايوه مرات كده كده يعني مش على طول. طيب في حد في البيت بيدخن؟ لا الحمد لله ما فيش. طب بتتعرضي لتراب او غبار كتير؟ اي نعم تكنيس. ايوه. طيب اسمعينا في التلفزيون وهنرد عليك. شكرا على اتصالك. الأنسة مريم واضح من شكوتها واضح جدا انها عندها حساسية في الأنف، وابتدت تعمل لها إفرازات كتير وبيحصل في نوع من الالتهاب في البلعوم، فده اللي بتخليها بتجيب الدم اللي هو المخاط المعرق بدم، وطبعا ابتدى يأثر على طبعا طالما البلعوم في الالتهاب ممكن يأثر على الأذن الوسطى عن طريق قناة التهوية، ابتدى يأثر فيها وابتدت تحصل المرحلة الأولانية من التهابات الأذن الوسطى اللي هي الحكة في الودن. فعشان كده أهم حاجة طبعا بعد ما تفحص وتشوف لو في التهاب وتاخد المضاد الحيوي المناسب أو العلاج المناسب ليها، سواء هتاخد مضاد حيوي أو لا، وياريت نعمل تحليل برضو نشوف تحليل البصاق، نشوف او ناخد عينه من الافرازات بتاعه البلعوم ونشوف الميكروب نوعه ايه ونعمل لها مزرعه ونديها علاج ليها مع علاج الحساسيه مع التعليمات اللي هي بتاعه الحساسيه اللي بنقولها دايما. اهم حاجه الغسول القلوي اللي هو باستمرار ميه دافيه بكربوناته، ربع معلقه صغيره على كوبايه ميه دافيه، وتستنشقي وتتغرغري 3-4 مرات بحيث انك تطهري الانف، منطقه الانف والبلعوم باستمرار نتيجه ولما بالذات لما تتعرض بعد التعرض للتراب. مع علاج الحساسيه ان شاء الله هتبقى كويسه جدا مع تجنب الحاجات اللي هي بتهيج الغشاء المخاطي. ناخد اتصال تاني. الاخت صفيه اهلا وسهلا.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا يا فندم. دلوقتي أنا بدي أسألك على حاجة. أختي عندها الأحبال الصوتية تعبانة شوية. أختك عندها كم سنة؟ إيه؟ أختك عندها كم سنة؟ 35. وثلاثين سنة. والأحبال الصوتية تعبانة، زي صوتها مغلق. حاولي تتصلي بينا تاني يا أخت صفية وإحنا معاك. هنكمل موضوعنا. كنا وصلنا لوظيفة الأذن الوسطى، وإحنا قلنا توصيل الصوت، الوظيفة الأولى توصيل الصوت من طبلة الودن للأذن الداخلية، زائد تكبيره 18 مرة. يعني الصوت اللي هو على الطبلة جوه الأذن الوسطى بتتم عدة عمليات فسيولوجية تكبر الصوت 18 مرة على ما يوصل للقوقعة، ودي طبعا بتسهل بكتير قوي لسماع الصوت جيد عن طريق عدة عمليات فسيولوجية بتتم في الأذن الوسطى. نيجي للجزء المهم في الأذن الوسطى اللي هو قناة التهوية. القناة دي ربنا خليها عشان تفضل مقفولة طول الوقت، أغلب الوقت، عشان تحمي الأذن الوسطى من إفرازات الأذن، من إفرازات البلعوم الأنفي والأنف. يمكن الأخت مريم اللي اتصلت في الاتصال الأول بتقول إنها ابتدت بحكة في الأنف وفي البلعوم، ابتدى بتجيب مخاط معرق بدم، وابتدى بعد كده تبتدي تحس بحكة في الودن. الحكة في الودن معناها إن ابتدى يتسرب من خلال قناة التهوية دي أو قناة ستاكيوس بعض المخاط أو الميكروبات أو المهيجات للحساسية، ابتدت توصل للأذن الوسطى، وابتدت أول مرحلة في التهاب الأذن الوسطى أنها بتحس بحكة في الأذن الوسطى. يبقى هي وظيفة قناة التهوية أنها بتحمي، تبقى مقفولة طول الوقت عشان تحمي الأذن الوسطى من الإفرازات الضارة اللي جاية من الأنف والبلعوم الأنفي، ولكن بتفتح أثناء البلع ولما الواحد يجي يتاوب، بتفتح في الوقت ده عشان تفضي الإفرازات، الغشاء المخاطي جوه الأذن الوسطى عمال يفرز برضه مخاط، فده لازم يخرج، عشان المفروض إن الأوضة دي تكون اللي هي تجويف الأذن الوسطى أو الغرفة الصغيرة دي تكون مليانة هواء عشان تقوم بعملية توصيل وتكبير الصوت زي ما قلنا مظبوط. فعشان يتم ده لازم تفتح فترة معينة وصغيرة تخرج فيها الإفرازات دي وتدخل بدلها هواء، تجدد الهواء اللي داخل، والتجديد ده مهم جدا عشان يعادل الضغط الجوي. يبقى الضغط الجوي اللي جوه الأذن الوسطى يبقى مساوي للضغط الجوي في الخارج، يبقى الصوت هيمر أو ذبذبات الصوت هتمر في وسط متجانس من الخارج للداخل، فالصوت يطلع على أحلى وأنقى ما يكون. ده لو كانت قناة التهوية بتقوم بدورها كامل. يبقى وظيفة قناة التهوية نلخصها في ثلاث حاجات: إنها بتحمي التجويف الأذن الوسطى من الإفرازات الضارة من الأنف والبلعوم الأنفي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين بتفرغ الإفرازات الخاصة، الإفرازات الطبيعية بتاعت الأذن الوسطى وتخرجها للخارج أثناء التثاؤب والبلع. الوظيفة الثالثة إنها بتجدد الهواء في الأذن الوسطى. ناخد أم يوسف وبعدين نكمل. اتفضل يا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا دلوقتي انا كنت عامله عمليه في مناخيري، انسداد وغطريف. ايوه. دلوقتي تعباني بقى جامد، بقى لي 5 سنين تعباني بقى، وما بنامش، بقوم من احلامي الساعه 6 الصبح ادعك فيها جامد، ورش وعطس. وفي كتمه في الانف؟ ايه، في انسداد او كتمه في الانف؟ في انسداد. انت عندي كم سنه يا ام يوسف؟ عندي 44. كان عندك حساسية طبعا من زمان في الأنف؟ لا، حسيتها ما جاتليش إلا بعد العملية. بعد العملية؟ طب أنت عملت العملية كنت بتشتكي من إيه قبل ما تعملي العملية؟ إيه؟ كنت بتشتكي من إيه قبل ما تعملي العملية؟ كان مناخيري مكتومة على طول، الناحية اليمين دي الشمال كانت مكتومة على طول، فروحت للدكتور كشفت، قال لي ده في حاجة كده، قال لي ده عايز عملية. بعد العملية رحت تعبتي؟ بعد العملية بقى تعبت بقى جامد، مش عارف اخد نفسي. في بلغم بينزل كتير في زورك؟ جامد، ورشح وفرزات من بقي، اطلع بلغم من بقي.
لونه ايه البلغم ده اللي بيطلع من بقك؟ يعني ابيض. ابيض ما بيبقاش مخضر ولا مصفر؟ ايه ما بيبقاش لونه ساعات مخضر او مصفر؟ لا. طيب ودانك بتوجعك؟ من دول بقت تقيله كده، احس بوش فيه. ومفيش ورا ودنك كده في الجزء ده ما بيوجعكيش؟ لا مفيش. طيب الانف بقى حاسه انه مكتوم، ما اتكتم خالص ناحيه واحده ولا ناحيتين؟ لا ناحيه واحده، اللي هي مكان العمليه، اللي هي اتعملت فيها العمليه. طيب شكرا، هنرد عليك يا ام يوسف، شكرا على اتصالك. هي طبعا ام يوسف واضح ان كان عندها حساسيه مزمنه في الانف، فعملت لها تضخم في الغشاء المخاطي. فالعمليه الاولانيه او العمليه اللي اتعملت كان عشان تتشال، غالبا يعني تتشال الغشاء المخاطي اللي بيقال خطا الغضاريف، هي بتشال الغشاء المخاطي المتضخم. فطبعا لازم تتعالج الحساسيه، ان العمليه لوحدها مش الحل، يمكن او ممكن لو اهتمينا بس بعلاج الحساسيه مش هنحتاج حتى للعمليه نهائي. ولو اضطرينا نعمل عمليه يبقى لازم نمشي على التعليمات، لان العمليه مش نهايه المطاف، دي بدايه المطاف يا ام يوسف. يعني لازم الاهتمام بالتعليمات اللي دايما بقولها في الحلقه بعد العمليه بتبقى مفروض اهم من قبل العمليه، اللي هي على طول مدى الحياه الغسول القلوي على طول بميه دافيه بكربونات وعلى الانف والبلعوم، ونبعد عن المواد المهيجة، المواد الغذائية المهيجة للأنف والبلعوم، وبرضه نبعد عن المواد المستنشقة اللي بتهيج الأنف والبلعوم زي التدخين والغبار والأتربة وريحة الكلور في المطبخ. نتجنبها بأن احنا نلبس الكمامة لما نيجي نتعامل مع المواد دي، وطبعا نتجنب المدخنين، ونتجنب بقدر الإمكان التعرض للغبار والأتربة، ولو كنا مضطرين يبقى برضو نلبس كمامة أثناء تنظيف البيت وخلافه. وشكرا يا أم يوسف على اتصالك. احنا كنا بنقول وصلنا لوظيفة قناة التهوية، وقلنا ان اخر وظيفة ليها، احنا الوظيفتين الاولانيين انها بتحمي الاذن الوسطى من الافرازات الضارة من البلعوم والانفي والانف، وبتفرغ او الافرازات بتاعك الاذن الوسطى للخارج، وكمان بتجدد الهواء داخل الاذن الوسطى عشان تعادل الضغط الجوي، عشان تقدر الاذن الوسطى تقوم بوظيفتها اللي هي توصيل الصوت وتكبيره على اعلى مستوى. طيب دلوقتي احنا عرفنا، خدنا نبذه عن الاذن الوسطى وقناه التهويه او قناه ستاكيوس. ايه هو الارتشاح بقى بتاع الاذن الوسطى؟ هو وجود زي ما عرفناه وجود سائل غير صديد. يعني ايه غير صديد؟ يعني ما فيهوش ميكروبات، يعني بيكون مثلا ممكن السائل ده، لو السائل او المخاط بقى فيه ميكروبات او فيه بنقول عليه التهاب، ما فيش بنقول عليه ارتشاح او ميه ورا طبله الود. وغالبا ده بيبقى اكتر في الاطفال، نظرا ان احنا قلنا في الاول لو خدتوا بالكم ان قناه التهويه بتاعه الاطفال بتبقى اقصر نسبيا واعرض واكثر استقامه، يعني دخول فرصه دخول الافرازات الضاره من الانف والبلعوم الانفي او اللبن في وضع الرضاعه الخاطئ اللي هو الطفل بيكون مستلقي. ناخد اتصال وبعدين نكمل. السلام عليكم. اهلا، ازيك يا اخت مريم؟ ايوه بتحكي لك ثاني يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، انت اللي اتصلتي بينا من شويه يا مريم؟ ايوه. اتفضلي. نسأل على الكربون ده، يعني اسمه يعني ثاني، مش اسمه ثاني؟ بيكربونات الصوديوم. كربونات ايه؟ الصوديوم. صوديوم؟ هي اسمه اللي في السوق الكربونات ومن عند العطار. شكرا يا اخت مريم. كنا عرفنا ارتشاح الاذن الوسطى ان وجود سائل غير صديدي جوه تجويف الاذن الوسطى، وقلنا انه اكتر في الاطفال نظرا لقناه التهويه اللي هي مفروض بتحمي الاذن الوسطى بتكون اقصر واعرض نسبيا واكثر استقامه. فعشان كده لو الطفل في وقت الرضاعه اللي هم في السنتين الاولانيين من عمره بيبقى لو وضع الرضاعه خاطئ، يعني مايل لورا او مستلقي خالص على ظهره، ده في منتهى الخطوره، لانه بيدخل اللبن بدل ما جزء كبير من اللبن بيخش عن طريق قناه ستاكيوس مباشره على الاذن الوسطى، ويعمل مشاكل بعد كده، ان اللبن زي ما انتم عارفين غني
بالمواد الغذائيه اللي بتيجي بتتكاثر عليها الميكروبات ويسبب التهاب في الاذن الوسطى. ولو ما سببش بيعمل بوجوده نفسه بيبقى سائل غير صديدي، بيبقى ايه ارتشاح في الاذن الوسطى. ده احد الاسباب المهمه في الاطفال الرضع. طيب اسباب المرض ايه؟ ان احنا قلنا ان اول سبب ان قناه ستاكيوس بتبقى تفضل مقفوله طول الوقت، احنا مفروض انها تقفل اغلب الوقت مش طول الوقت، وتفتح اثناء التساؤل والبلع. لو ما فتحتش اثناء الواحد لما يجي يتاوب او يبلع يبقى كده مش لا هتخرج الافرازات بتاعه الاذن الوسطى، وهتبتدي تتجمع الافرازات بتاعه الاذن الوسطى ومش هتجدد الهواء بالداخل، فهتعمل ميه ورا طبله الود. طب بتتقفل ازاي قناه التهويه؟ اهم حاجه او اشهر حاجه بتبقى موجوده اللي هي اللحميه اللي هي خلف الانف، بتقفل الفتحه بتاعه قناه استاكيوس، فبتمنع الخروج ودخول خروج السائل بتاع الاذن الوسطى ودخول الهواء، فبيتجمع السائل ده جوه الاذن الوسطى، يا اما باللحميه يا اما ساعات بعد ما بتشال اللحميه في بعض الاوقات بتعمل التصاقات. لو اتجرحت الفتحه بتاعه قناه ستاكيوس اثناء العمليه بتاعه ازاله اللحميه بتعمل التصاقات وتقفل الفتحه بتاعه قناه ستاكيوس. في الحاله دي هتبقى محتاجه عمليه توسيع او عمليه تانية. كمان بتتقفل قناه ستاكيوس برضو الفتحه بتاعتها لو البلعوم الانفي فيه افرازات كتير، يعني مثلا بالذات في التهابات الجيوب الانفيه لما يكون المخاط لزج وسميك وكتير فبيقفل الفتحه من بره وبيلزق جوه. زائد ان ساعات عشان الالتهاب بتاع الاذن الوسطى بيتم على مراحل، الاول قناه التهويه بتبتدي الالتهاب لانها اقرب لبره، اقرب للانف والبلعوم، الالتهاب بيتنقل من الانف للبلعوم للاذن الوسطى. افرض كانت مناعه الطفل او مناعه الشخص اللي اصيب بالاذن الوسطى ده مناعته كويسه نسبيا، فهيوقف الالتهاب عند مرحله التهاب قناه ستاكيوس في الاول، ومش هيوصل مش هيكمل التهاب الاذن الوسطى. في الحاله دي قناه ستاكيوس هتتقفل، وبدل ما يجي له التهاب في الاذن الوسطى بعد نزله البرد دي مثلا بشهر او كده يحس ان الودن مقفوله او السمع قل فيها، ونكتشف ان في ميه ورا طبله الودن نتيجه لالتهاب قناه ستاكيوس. بعض الحاجات النادره برضو النادره اللي هي بتقفل قناه ستاكيوس بعض الاورام او القرح او التقرحات، وبرضو في بعض الحالات اللي ناخد اتصال. الو. ايوه يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا لي حوالي اسبوعين كده كل يوم لما اصحى من النوم بلاقي البلغم عامل لي كده سده في مناخيري طول المناخير، بس سده ناشفه خالص يعني لدرجه ان بتكت نفسي وبتنفس من بقي، ما بقدرش اخد نفسي خالص، وبتتعبني قوي على ما انزلها بالميه واستنشق وكده، فبتتعبني وانا مش عارفه الحاله دي جات لي من ايه، يعني هي لسه جايه لي قريب. انت عندك كام سنه يا ام محمد؟ انا عندي 20 سنه. أنيسة؟ قصدي مدام، معلش مدام. انت بتاكلي شطه وحوادق ومخلل كتير؟ لا والله ماليش في الحاجات دي خالص. طيب جات لك امتى بتقولي بالظبط؟ من قريب يعني؟ من اسبوعين يا دوبك بس. من اسبوعين. قبل كده كنت كويسه؟ كنت عادي طبيعي. طيب من اسبوعين مثلا اتعرضتي لنزله برد جامده او حاجه؟ هو كان في نزله برد بس بسيطه يعني مش جامده. وما اتعالجتش كويس؟ نعم. ما عالجتهاش كويس يعني؟ لا هي جات لي بعد الحاله مش قبلها. طيب اتعرضت لايه قبل الحاله مثلا؟ اكلتي حاجه مثلا فيها شطه كتير، او مثلا كان في حد عيان مثلا في الاسره اتعدي خدتي عدوى منه؟ لا والله طبيعي. زوجك بيدخن؟ يعني مفيش حاجه. زوجك بيدخن؟ لا. طيب انما انت المشكله عندك في البلغم اللي هو مش قادره تطلعيه، والافرازات اللي في الانف اللي قافله الانف خالص. ومش عارفه. طيب كشفتي يا ام محمد؟ احنا هنا في وحده يعني بعيده عن البلد نفسها، فبيدوا اي حاجه كده ما بتعملش نتيجه يعني. طيب انت طبعا واضح ان هو في عندك التهاب بسيط في الانف، فعشان ما يزيدش ويوصل لالتهاب مزمن فهتاخدي اي قراص للحساسيه من اقرب صيدليه ليكم، اي قراص لحساسيه الانف خليه يديها لك، وتغسلي الانف باستمرار بالميه الدافيه بالكربونات. طيب
تمام، ربع معلقه صغيره على كوبايه ميه دافيه، وتعملي تغسلي الانف والبلعوم 4-5 مرات في اليوم مع الاقراص الحساسيه دي، ان شاء الله هتبقي كويسه وهتفك بسهوله جدا باذن الله. نكمل موضوع حلقه النهارده، وبنقول ان اهم اسباب ارتشاح الاذن الوسطى اللي هو غلق قناه ستاكوس، في طبعا اسباب ثانيه. الاسباب الثانيه لو حصل التهاب فيروسي للاذن الوسطى، انتوا عارفين الالتهابات الفيروسيه مشهوره بالافرازات الكتير قوي، والافرازات بتاعتها بتبقى شفافه وبتبقى كمان ما بتبقاش لزجه، بتبقى شفافه والسائل بتاعها خفيف مش لزج، وبتبقى كميتها كبيره. فلما يجي الفيروسات دي زي الانفلونزا او فيروس نزله البرد اللي هو الكوريزا، دول يحصل التهاب بيهم، ويوصل التهاب الفيروس للاذن الوسطى بيعمل افرازات كتير جدا. زائد ان ساعات حساسية الأنف والبلعوم الأنفي طبعا الحساسية المزمنة بتعمل إفرازات كتير من الأنف والبلعوم، بتبقى أكتر من طاقة قناة استاكيوس أنها تمنعهم، فيبتدوا يخشوا ويوصلوا للأذن الوسطى. في حالات كمان تانية بتبقى قليلة شوية، بعض العيوب الخلقية في الأطفال اللي هم عندهم سقف الحلق، العيب الخلق أنه بيبقى عنده شق في سقف الحلق، أو الشفة الأرنبية واللي معاه شق في سقف الحلق. ناخد اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أختي سهام؟ الحمد لله. لو سمحت يا دكتور بدي أسألك، بجوز الموضوع خارج عن موضوعكم. تفضلي. بس أمي في عندها هون بالحنجرة دائما بتتشردق بريقها، أي شيء بتاكله بتتشردق. بيحصل إيه يا فندم؟ بصير عندها زي الشرقة. شرقة؟ أيوة. بأي شيء يعني، مجرد ما أكلت مباشرة وبتأثر عليها كثير لدرجة انها بتنخنق يعني. طيب هي عندها كم سنة؟ عندها 50. 50؟ 50 سنة. طب عندها ضغط او سكر؟ عندها ضغط وسكر. بقى ابتدت الشرقة دي بتجي لها من امتى؟ والله يعني بدك تحكي صار لها سنة تقريبا. بقى لها سنة. جالها التهابات، جالها بعد التهاب جامد في الانف؟ يعني جالها دور شديد التهاب في الانف؟ لا، ما في عندها التهاب بالانف. لا، ما جالهاش من خلال قبل؟ قلنا لها صور وحكى لها الدكتور انه ما في عندك شيء. لا، قبل ما تجيلها الشرقه دي كان عندها التهاب شديد في الانف؟ لا ما عندها، جات لها فجاه كده. طيب هو طبعا الشرقه غالبا يا اما افرازات لزجة بتبقى بسببها، أغلب الظن بتبقى طبعا. هي ما كملناش المكالمة مع الأخت سهام، يا ريت تحاول تتصل بينا تاني. بس الشرقة بتبقى غالبا من الإفرازات اللزجة اللي هي بتبقى في البلعوم الأنفي أو الأنف والجيوب الأنفية، وبتنزل بتسد الحنجرة شوية، وعشان درجة لزوجتها عالية وسميكة فالحنجرة بتيجي تطردها ما تقدرش، بيحصل وخصوصا لو في سكر، السكر بيخلي التوافق العضلي بيلخبط التوافق العضلي بتاع الحنجرة، والحنجرة زي ما احنا عارفين عبارة عن مجموعة عضلات صغيرة بتقوم من خلال بعض العمليات الفسيولوجية أو ردود الفعل إنها بتعمل زي كحة، الكحة دي بتطرد البلغم قبل ما ينزل في القصبة الهوائية. لو حصل إن لزقت جوه الحنجرة، الحنجرة ده ممر ضيق للهواء من أضيق الحتت، فبيحصل الشرقة دي. فلازم الإفرازات دي أولا ناخد مذيب للبلغم، وناخد كمان حاجة تقوي الأعصاب وتعمل توافق عضلي عصبي عشان تقدر تتجنبها في المستقبل، مع الاهتمام بالغسول القلوي اللي احنا قلنا عليه اللي هو المية الدافية بالكربونات وباستمرار عشان نطرد الإفرازات دي بره. يبقى أول حاجة الغسول القلوي، تاني حاجة نعمل توافق عضلي عصبي عن طريق بعض الفيتامينات وبعض الأدوية للأعصاب، الحاجة الثالثة ناخد حاجة تدوب البلغم ده، مذيب للبلغم وتساعد على طرده بحيث انه ما يتكونش وتقل اللزوجة بتاعته، فتقل الشرقة شوية بشوية لغاية اما تختفي. ونبعد عن طبعا عن المأكولات او الروائح اللي بتهيج الغشاء المخاطي.
وصلنا قلنا أسباب ارتشاح الأذن الوسطى. طيب أعراض المرض إيه؟ يعني المريض بيشتكي من إيه؟ طبعا مي مفروض أن الأذن الوسطى زي ما قلنا غرفة فيها هواء عشان نقدر نسمع كويس. طب لو فيها مية يبقى السمع طبعا بالتالي هيقل، بس في الحالة دي السمع هيقل بس مش هيقل باستمرار. يعني لو خففنا أو ضيعنا شلنا المية اللي جوه الأذن الوسطى أو قدرنا نعالجها يبقى السمع هيرجع سليم 100% طالما العصب سليم. يبقى الأول حاجة هيجي يشتكي في بيها المريض إنه يقول إن أنا مش سامع، والطفل الصغير طبعا يكلموه أو لو كان في المدرسة يبقى مش مستوعب في الفصل ومش مركز، ووالدته مثلا أو المدرسة بتاعته تنده عليه ما بيردش في أغلب الأحيان. وفي أوقات كتير الأطفال بتتظلم بيحسوا إنهم مطنشين أو مش عايزين يردوا أو كده، وهم طبعا هم مش سامعين أصلا بسبب المية اللي وراء طبلة الود. في حاجة تانية يمكن الكبار يحسوا بيها يعني يقدروا يميزوها أكتر، والصغيرين الصغير مش يعرف يوصفها، مميزة للمية اللي وراء طبلة الود، وخصوصا لو كانت مش لازجة بسبب حاجة مش لازجة زي مثلا سبب فيروسي أو سبب حساسية في الأنف، الإفرازات اللي هي الشفافة اللي هي غير لازجة. لما هنحرك الرأس أو في وضع الرأس السمع بيختلف، يعني بيبقى أكتر حاجة والواحد قاعد، ولو نام على ظهره السمع بيتحسن خالص لأن السائل هينزل لتحت. فالمريض يجي يقول أو أنا نايم على ظهري بسمع كويس، أو أجي أقوم ألاقي السمع زي ما أكون حاجة كتمت لي ودني. يبقى السمع بيتغير مع تغير وضع الرأس. تاني حاجة في الأعراض بتاعته المريض يشتكي بيها هيحس إن في وش أو طنين أو صفارة، وفي بعض الأحيان لو كان السائل مش لازج بيحس إن بيقول أنا حاسس إن في مية زي ما يكون مية بتتحرك جوا ودني، وساعات بيحس ببقللة لو كانت قناة التهوية مش يعني مقفولة بس مش مقفولة قوي، بحس إن بتدخل المية وبيدخل شوية هواء وسط المية يعملوا زي بقللة، صوت بقللة، يقول أنا سامع صوت بقللة. في واحد يقول أنا سامع زي ما يكون. ناخد اتصال ونكمل. أهلا يا باشمهندس، تفضل. اتفضلي يا أم أحمد. اتفضلي يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا عندي بنتي طفلة عندها أربع شهور. أيوة. من ساعة ما ابتدت تتكرر معها موضوع ديك الناس أجزاز من كده تقدر ترضع. بترضع وضعها في الرضاعة وهي نايمة ولا وهي قاعدة؟ هيا أم أحمد. والله ساعات بردها كده وساعات بردها كده. هو سبب طبعا ضيق النفس، بترضع وهي مايلة لورا أو نايمة خالص، فده غلط خالص، ده اللي هيضيق لها النفس بتاعها لأن بيحصل ارتجاع في اللبن ما بينزلش كله لتحت، فجزء منه بتخش في الأذن الوسطى وجزء منه بيتعلق أعلى بالعوم الأنفي، فيجي الطفل يتنفس مش عارف ياخد نفسه فلازم يقعد عشان يعرف يتنفس. فالوضع الرضاعة زينا بالظبط، أنت لو قدرت تميلي رأسك وتشربي بق مية تميلي رأسك بس شوية لورا، لو ينفع تشربي يبقى الطفل ينفع يرضع وهو ميل شوية لورا. وطبعا ما ينفعش خالص ان احنا لا ناكل ولا نشرب واحنا نايمين على ظهرنا، فالطفل اولى، اللي هو احنا لسه بنقول ان التركيبة بتاعته مختلفة عن الكبار، كمان اخطر ان القناة التهوية بتاعته بتبقى اقصر واعرض واكثر استقامة. طبعا الخط اتقطع بس هكمل معاك يا ام احمد. ان الضيق في التنفس ده اثناء الرضاعه واضح عشان وضع الرضاعه بيبقى بترضعيها وهي على 45 درجه او نايمه خالص. الرضاعه لازم يكون قاعد يعني 90 درجه او موطي لقدام يستحسن كمان، هتلاقيها اختفت على طول كتمه النفس دي مع انك تديها شويه سوائل دافيه، بالاضافه الى انك تتجنبي تماما نقط الانف نهائي. لو عايزه تنقطي لها تنقطي لها بميه دافيه بمحلول قلوي اللي هو ميه دافيه بكربوناته، تنقطي لها في الانف، انما النقط الانف في الاطفال بتزود المشكله دي. وللاسف الشديد اغلب دكاتره الاطفال الطفل اولا الام ما بتروحش لدكتور انف واذن، بتروح لدكتور اطفال، فاول حاجه تقول له الانف روح كاتب لها نقط للانف، دي بتزود المشكله عند الطفل بترفعها يمكن 200 300%. شكرا على اتصالك يا ام احمد.
تاني عرض احنا قلنا اول عرض ضعف في السمع وانه بيتغير مع تغير الوضع لو كان خصوصا لو كان السائل اللي هو داخل الاذن الوسطى غير سميك او غير لزج. الحاجة التانية اللي بيبقى فيه وش او طنين او صوت بقلالة او صوت مي. احنا التشخيص بقى بيتم ازاي؟ تشخيص مية ورطبلة الودن بيبقى طبعا عن طريق الكشف العادي، الدكتور بيشوف ان في مية، بس لازم طبعا الكشف العادي مش كفاية في الحالة دي بالذات، لازم يتعمل مقياس سمع وضغط اذن وسط. طبعا مقياس سمع هنلاقي فيه ضعف سمع توصيلي اللي هو النوع كويس اللي هو ممكن يتحسن ويرجع طبيعي 100% بعد ما يتعالج ارتشاح الأذن الوسطى. الحاجة التانية لازم يتعمل ضغط أذن وسطى، نشوف الضغط الأذن الوسطى السلبي قد إيه، ونشوف كمان كمية المية قد إيه من خلال فحص ضغط الأذن الوسطى. ثالث حاجة وأهم من أهم حاجات اللي هتفيدنا في العلاج بعد كده، وظيفة قناة استاكيوس. الوظائف بتاعت قناة استاكيوس لما تتعمل هنعرف إن قناة استاكيوس شغالة أو لأ، ونقدر نصلحها إزاي، ومن خلال الفحص ده بنحدد العيب فين ونعرف نعالجها إزاي. يبقى أهم حاجة في الموضوع ارتشاح الأذن الوسطى مش بيعتمد على الكشف لوحده، الكشف يمكن دوره 25% فقط، إنما 75% أو أكتر من التشخيص بيعتمد على مقياس السمع وضغط الأذن الوسطى ووظيفة قناة استاكيوس. ومش بس التشخيص مش هتفيدنا في التشخيص، هتفيدنا في العلاج كمان، لأن ممكن ما تكونش في أي مشكلة غير إن قناة التهوية بس مش شغالة، وفي الحالة دي تشغيل قناة استاكيوس نفسه هيحل المشكلة تماما للطفل او للكبير. نيجي للعلاج. طبعا اهم حاجه في العلاج نشوف اسباب المرض ونعالجها. طبعا 90% من السبب بيعود الى قناه استاكيوس. لو عالجنا قناه استاكيوس سواء فيها التهاب عالجناها او ضعف في الوظيفه او اضطراب في العضلات بتاعتها فبتعمل ضعف في الوظيفه على حسب ما هنشوفها من الاختبار بتاع الوظائف قناه استاكيوس نبتدي نعالجها. عالجناها يبقى خلاص حلينا 3/4 المشكله، يبقى فاضل ان احنا ولو اتعالجت كويس وكان السائل اللي جوه مش كثيف خلاص هي مجرد انها تعود لشغلها بس هتفضي المية اللي محبوسة جوه الأذن الوسطى وتدخل الهواء تعمل تجديد للهواء وتبقى اتحلت المشكلة تماما. إنما لو الإفرازات جوه سميكة بندي حاجة بتبقى بعد ما نصلح طبعا قناة استاكيوس بندي حاجة مذيبة للبلغم وبندي حاجة برضو مضادة للحساسية. وفي بعض الأحيان لما تكون الإفرازات من بسبب حساسية وحساسية مزمنة ممكن ندي في بعض الأحيان ندي كورتيزون خصوصا في الأطفال بنسبة محسوبة ونسبة قليلة وساعة ما بندهوش. آخر حاجة بقى ناخد اتصال. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مطارد من المنيا. يا أهلا وسهلا. أنا عندي ميل في الحاجب الأنفي في مناخيري. أيوة. بيشد فتحتين وبيخليني تعبانة في النفس. أنت عندك كم سنة يا مطارد؟ عندي 42 سنة. عندك ضغط أو سكر؟ ناخد اتصال تاني. طب واضح الاتصال اتقطع، يحاول يتصل بينا تاني. طبعا نوصل لو فشل العلاج الطبي يبقى في الحالة دي وعالجنا مثلا قناة تهوية ولسه في إفرازات داخل الأذن الوسطى ما خرجتش، يبقى في الحالة دي نعمل شق جراحي ونركب أنبوبة في الأذن الوسطى عشان تهوي لتهوية الأذن الوسطى. بس بشرط ان قناة استاكيوس عشان ما ترجعش تاني نضطر نعمل عملية تانية وتالتة ورابعة زي ما بنشوف وبنسمع، لازم نطمن الأول أو نعالج قناة التهوية قبل ما نبتدي نعمل أي عمليات. وساعات طبعا لو كانت الـ السبب ان اللحمية سادة قناة
ستاكيوس من بره، لازم نشيل اللحميه دي ونركب الانبوبه. في الحاله دي القناه ستاكيوس هتشتغل، وكمان مش هنضطر نرجع تاني نعمل العمليه بعد فتره من الزمن، وخصوصا بالمتابعه الدوريه. بعد ما اتعالجت عالجنا الطفل مثلا من الميه، مش خلاص كده انتهت انتهى الموقف، لان ما زالت قناه ستاكيوس ممكن طالما تعبت مره ممكن تتعب مره ثانيه وثالثه. ففي الحاله دي لازم متابعه دوريه كل 6 اشهر بالفحص الدوري وعمل مقياس سمع وضغط الاذن الوسطى وظيفه قناه ستاكيوس لمده مثلا سنتين ثلاثه، لغايه بالنسبه للاطفال لغايه ما نطمن خالص انهم اشتغلوا كويس قوي قوي قوي، مش هتكون ميه ثانيه ورا طبله الودن، ويكون الطفل اتعود على العادات اللي هو يبعد عن الماكولات الصناعيه والحاجات اللي بتهاجي الغشاء المخاطي. في الحالة دي مش هيحصل ارتجاع أو انتكاسة ويحصل ارتشاح في الأذن الوسطى من تاني. طبعا احنا دلوقتي في موسم العمرة، فعشان كده في نوع تاني من ارتشاح الأذن مرتبط بالسفر بالطيارات. فيمكن أغلب الناس دلوقتي، في ناس طبعا بتسافر بالطيارات على طول لهم عندهم، مش مرتبطين بموسم عمرة ولا لا، بس الأغلب في بنيجي في شهر رجب وشعبان ورمضان بتزيد عدد المعتمرين، وبعديها موسم الحج وبيزداد ارتياد الطائرات. ففي برضو حاجة ليها علاقة بالضغط الجوي وليها علاقة بقناة ستاكيوس برضو مشكلة. ناخد اتصال. اتفضلي يا أم حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور معايا؟ أيوة يا فندم اتفضلي. طب كنت عايزة حضرتك على إن أنا بحس في مناخيري إن هي فيها على طول مادة لزجة، وحاسه على طول ان في حاجه واقفه في زوري، اكن في حاجه واقفه في زوري كده من الجناب، اكن في شيل واقف من الجناب كده في زوري. وعلى طول طول ما انا قاعده حاسه ان مناخيري كان فيها حاجه عايزه اجيبها من مناخيري. انت عمرك كام سنه يا ام حسين؟ انا عندي 29 سنه. كنت عملت اشعه على الجيوب الانفيه، طلع عندي نواه في الحاجز الانفي. تمام. على طول بعاني كده من ودني، كمان بحس ان كاني يعني في اخر ودني كده من تحت كان مثلا في شيل مقرب كده على زوري. في حيل؟ وطول ما انا قاعده بقى افضل اعمل الحركه بتاعه مناخيري دي كاني عايزه انف، كاني عايزه اطلع حاجه من مناخيري. طيب. الموضوع ده عامل لي شد على طول في راسي، انا مش عارفه هل ده اللي عامل لي على طول شد في راسي ولا سبب حاجه ثانيه. طيب. الالم اللي في الودن ورا الودن؟ الالم اللي في الودن من ورا الودن كده مكان ما انا بشاور؟ لا، هو انا مش بحس بالم، انا بحس بطنين مع طنين اشعره في العين. مع صوت طنين مع اشعره في العين. تمام. خصوصا لما بكون نعم. وفي افرازات كتير بتقولي خلف الانف. على طول افرازات، على طول افرازات اللي هي رغاوي بيضة كده تخينه، وساعات بتبقى بقى لها قد ايه المشكله دي؟ بقالها قد ايه؟ لكن على طول بحس ان في حاجه ورمه كان سقف بقي على يعني اكن سقف بقي، يعني اجي مثلا نايمه اكن مثلا اخر الزور اول يعني اخر البق كده من ورا اكن ايه في حاجه ورمه. بتحسي بحكه فيها برضو؟ نعم. بتحسي انك عايزه تحكي فيها في السقف حلقك؟ لا مش احك فيها، بحس ان انا عايزه يعني بحس ان انا كده عايزه ايه يعني على طول في حاجه عايزه ادفعها. يعني في بلغم كتير، في صداع حوالين عينيكي؟ لا. فمش عارفه حضرتك، انا اللي كل اللي خانقني اكتر يعني انا كنت بمر بالايام اللي فاتت دي كلها بحس بخنقه في زوري. بقى لها كان عامل لي اكتئاب وتوتر وكده. ده بقالك قد ايه يا ام حسين على الوضع ده؟ نعم؟ بقالك قد ايه؟ كام شهر او كام يوم؟ لا انا كده بقالي يعني انا من حوالي 10 سنين كنت على طول بحس بمناخيري، ابقى ماشيه في الشارع انا منتقبه. ابقى ماشيه في الشارع احس ان انا مناخيري على طول كده مخنوقه كان فيها حاجه عايزه ان انا انفها او كده يعني. لا هو ملهاش دعوه بالنقاب، هي طبعا المشكله ان عندك حساسيه مزمنه في الانف، طالما الموضوع من 10 سنين ففي حساسيه مزمنه في الانف. وطبعا ما بتتعالجش كويس، في بتتعرضي. اسمع حضرتك بس كويس من التليفون، انا لم يعني حضرتك ممكن توصلي المعلومه وانا لما هقفل هسمع حضرتك. طب اتفضلي واسمعينا من اقفلي وتسمعينا من التلفزيون.
طبعا أم حسين عندها حساسية مزمنة في الأنف، وعمل تضخم في الغشاء المخاطي وزادت الإفرازات دي. طبعا هي في حاجة بتهيج الغشاء المخاطي هي مش واخدة بالها منها، ممكن يكون حاجة في المأكولات زي الشطة، المخلل، الحوادق، المواد الغذائية اللي عليها مواد حافظة أو مكسبات طعم أو لون. كل المأكولات دي بتعمل تهيج للغشاء المخاطي، فهي تدور على بتعمل ايه في دول وتتجنبه. برضو لو بتستعمل كلور في الغسيل او في تنظيف المطبخ او في التنظيف، لازم ترتدي كمامة وهي شغالة في المطبخ عشان ما يحصلش تهيج من الكلور او المواد مثلا اللي هي المعطرات الجو او الطوارد الناموس، كل الحاجات اللي هي فيها روائح دي برضو كيميائية ساعات بتعمل حساسية في الأنف. تراب البيت أثناء التنظيف لازم برضو نلبس كمامة، وهي لو بتتعرض للتراب أثناء تنظيف البيت أو التراب الخارجي طبعا، وهي عشان هي الأخت منقبة فما فيش مشكلة من الخارج، لأن وهي خارجة لأن النقاب نفسه هيحميها من التراب والغبار اللي برا، لكن المشكلة وهي في البيت، وخصوصا لو كان الزوج بيدخن فننصحه بعدم التدخين أو ما نقعدش جنبه أثناء التدخين مع الغسول القلوي باستمرار. هو ده الحل النهائي، لكن بتتعبي وتروحي للدكتور هيديكي مهدئات او مسكنات او مضادات للحساسيه او مضاد حيوي ولو كان في التهاب، بتتحسن عليهم شويه ونرجع تاني، لان الحساسيه ما بتخفش، الحساسيه بيتسيطر عليها. يتسيطر عليها من خلال التحكم فيها من نمره واحد نظافه الانف والبلعوم بالمحلول القلوي بالكربوناتو، نمره اتنين بتجنب الحاجات اللي بتهيج الغشاء المخاطي وتخلي الغشاء المخاطي يتضخم ويفرز مخاط كتير ولزج. طبعا هي الملفت ومضايقها المخاط اللزج، فده طبعا لازم تاخد له حاجه مذيب للبلغم مع التعليمات اللي احنا قلناها. لازم تاخد مذيب للبلغم عشان تقدر تخرجه بسهوله، مذيب وطارد للبلغم ده عشان تعرف تخرج الافرازات دي كويس. واستحسن طبعا تتعرضي على دكتور انف واذن يشوف لو في مشاكل تانية او التهابات جوه الجيوب الانفيه او التهابات جوه الاذن الوسطى تتعالج. والخطوط أنا بتكلم على الخطوط العريضة اللي هنمشي عليها باستمرار، لكن لو في حاجة تانية التهاب هياخد علاج مؤقت وهنكمل على الخطوط العريضة. وشكرا على اتصالك يا أم حسين. احنا كنا بنتكلم على الموضوع الخاص بارتشاح الأذن الوسطى، النوع اللي هو اللي خاص بالضغط الجوي أو اختلاف الضغط الجوي، وبيحصل أكتر في بيركبوا طيارات أو غواصات. طبعا الغواصات دول كمية صغيرين، يعني اللي هم يمكن في البحرية أو كده ناس أو اللي بيغوصوا دول يعني عدد قليل، لكن الطيارات طبعا كلنا يمكن بنركب طيارات، وخصوصا في الموسم ده موسم الحج والعمرة بيزداد ارتياد الطيارات، فيمكن اللي بيرتادوا طيارات على طول بيبقى عندهم فكرة إزاي يحموا الأذن بتاعتهم من اختلاف الضغط الجوي. اللي بيسافر مرة أو مرتين يعني يمكن لأداء العمرة بتكون مرة واحدة في حياته، هي دي المشكلة اللي بيتعرضوا لها فعلا، لأنه ما بيبقاش واخد باله أن الطيارة ممكن تعمل له مشاكل في ودانه. الارتشاح بقى في النتيجة لاختلاف الضغط الجوي بيحصل أثناء الإقلاع أو وأكتر في الهبوط. الهبوط بيختلف الضغط الجوي. ناخد اتصال. اتفضل يا اخ مصطفى. اتفضل يا اخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ مصطفى. وطي التلفزيون. طيب الخط واضح، الاتصال اتقطع، حاول تتصل بينا تاني يا اخ مصطفى. فاحنا بنقول ان من قلنا وظيفة قناة ستاكيوس انها بتعادل الضغط الجوي ما بين الاذن الوسطى والضغط الجوي في الخارج، ولكن اثناء الهبوط المفاجئ وخصوصا لو الهبوط سريع او في مطب هواء، قناة ستاكيوس بتقدر تستوعب انا بتكلم على قناة ستاكيوس الطبيعية مش المريضة، تقدر تستوعب وتعادل الضغط في حدود قوة ضغط 80 ملي زيبق.
طب افرض الفرق، ناخد اتصال وبعدين نكمل. ناخد الاخ مصطفى، اتفضل يا اخ مصطفى. لو سمحت يا دكتور، كنت خدت دخاخه للانف وقعدت فتره ما خدهاش، يعني حاسس صداع يعني. بخاخه للانف خدتها ليه؟ نعم، كنت واخدت البخاخه دي لايه؟ لاي سبب يعني؟ السبب كنت شايل في بويا حاجات من ديت، وكانت عامله لي حساسيه يعني. يعني خدتها عشان عندك حساسيه في الانف؟ كان دكتور قال التهابات وبطلتها وعامل لي صداع جامد. وبطلتها حصل ايه؟ بحس جالي صداع جامد من ساعه ما بطلتها؟ طيب إيه انت ماشي، مشيت عليها قد ايه؟ فاتت عليها بالك شهرين بالظبط. لا، هو البخاخه مفروض انها بتمشى عليها شهر وفي اوقات معينه، يعني كجزء من العلاج، لكن مش هي العلاج، ده جزء او مرحله من العلاج. نعم، هي البخاخه عباره عن مرحله من العلاج، ولكن مش على طول نمشي عليها. يعني المفروض انك بتمشي على تعليمات، وفي مرحله معينه بندي بخاخه لمده شهر او شهرين، مده مؤقته، وبعد كده بنبطلها، وبعدين بنبتدي بنكمل بالخط بتاع العلاج بتاعنا. يعني هي مفروض مرحله من العلاج مش العلاج كله. طبعا يا اخ مصطفى انا مش عارف حالتك كانت ايه اساسا، انت مش عارف توصف لي الحاله، هل كان عندك التهاب في الجيوب الانفيه، هل عندك التهابات في الانف، هل حساسيه في الانف، كل حاجه طبعا مختلفه عن الثانيه، لكن في كل الاحوال حافظ على نظافه الانف والبلعوم باستخدام الغسول القلوي 3-4 مرات في اليوم، والسوائل الدافيه باستمرار، وطبعا يستحسن تتفحص كويس ونحدد لك امتى تاخد البخاخه دي وامتى توقفها، ما بنستمرش عليها على طول. شكرا على اتصالك يا اخ مصطفى. فاحنا بنقول ان قناه ستاكوس الطبيعيه بتقدر تعادل ضغط جوي بفرق 80 ملي زيبق، ولكن في الهبوط المفاجئ ساعات بتعدي الفرق ده، فايه اللي بيحصل؟ بيتولد داخل الاذن الوسطى ضغط سلبي، ويحصل ارتجاع في الطبله جامد لجوه، ولو كان ممكن لدرجه ان هو ساعات لو الهبوط مفاجئ قوي او سريع جدا ممكن الطبله تتخرم، لو المريض ده كان عنده التهاب في الانف قبل ما يسافر، او البلعوم او الاذن الوسطى، فممكن الطبله تتخرم مش هتحمل فرق الضغط ده واندفاع الطبله للداخل، عشان بيتولد ضغط سلبي فبيشفط الطبله لجوه. لو كان المريض ما كانش مريض يعني او حاجه، اللي مسافر ده واتشفط الضغط الطبله للداخل، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل احتقان في الاورده اللي جوه في طبله الودن او في تجويف الاذن الوسطى، ويحصل ارتشاح للميه من الاورده دي، فبتكون ميه ورا طبله الودن. يجي بعد ما ينزل بعدها يقعد لمده عده ايام حاسس بالاعراض اللي احنا قلناها، اللي هو حاسس ان السمع قل وفي وش وطنين وصوت ميه وبقلله، ممكن تستمر اكتر من كده. لو استمرت بعدها يعني يومين ثلاثة، مفروض يفحص نفسه على دكتور أنف أذن اللي يعالج له اللي موجود. طيب عشان نتجنب اختلاف الضغط الجوي، فاحنا بننصح المسافرين بالآتي. أول حاجة إن نقول لو قدرنا يأجل سفره لو عنده التهاب في الأنف أو في البلعوم أو في الأذن الوسطى، لازم يعني يفحص نفسه قبل ما يسافر بأسبوع، عشان لو فيه التهاب نقدر نعالجه قبل ما يسافر. طيب تاني حاجة، انه حتى لو ما عندوش التهاب مفروض انه هو ما ينامش أثناء الإقلاع وأثناء الهبوط، هما المرحلتين الخطر، ما ينامش خالص فيهم، وياريت يبقى يمضغ لبان طول ما هو ماشي، طول ما هو طالع وهو نازل كمان، عشان ينشط قناة التهوية ويخليها تقوى أكتر، تقدر تعادل اختلاف الضغط. ناخد أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي حساسية في الأنف طول الشتاء وفي الصيف، بقوم من النوم أعطس ومناخيري دايما يعني، بالذات لما أقوم من النوم. فكشفت فالدكتور قال لي إن عندك حشرة الفراش، يعني دي بتكوي الملاية، عندك حساسية لحشرة الفراش. اداني بخاخ يا دكتور اسمه بايكلو بايكلو وحبوب نوعين، فانا خلصت الوقت الحبوب اسمها سبارة، ونوع تاني اسمه اريا مع البخاخه.
فانا سمعت حضرتك دلوقتي بتقول ان الضخامه مش المفروض امشي عليها كتير. اعمل ايه يا دكتور؟ تستخدمي المحلول القلوي باستمرار، ده اللي ملوش ضرر، اللي هو الميه الدافيه بالكربونات، ربع معلقه صغيره على كوبايه ميه دافيه، ونستنشق ونتغرغر على طول. عشان كده على في خلال 3 4 شهور هيكون الغشاء المخاطي اتجدد بالكامل، هيبقى عملتي غشاء مخاطي جديد ويكون سليم. لو ما تكوني بتنظفيه اول باول الغشاء المخاطي الجديد هيفضل سليم، تفضلي برده محافظه على سلامته برده بالاستنشاء والغرغره. انما البخاخات طبعا فتره محدده اللي هي اللي ما نقدرش نسيطر بالادويه العاديه، فبنضطر ندي البخاخ لفتره محدده تمشينا او تزقنا شويه لقدام في العلاج، وبعدين نرجع للتعليمات بتاعتنا الطبيعيه. ومش في اي وقت تتاخد، لازم ما يكونش فيه التهابات يا ام احمد. نعم، لازم ما يكونش فيه التهابات عشان نقدر ناخدها وتجيب نتيجه. يعني مش في اي وقت كمان البخاخ هتتاخد وهتجيب نتيجه. طيب يعني استخدم المحلول القلوي على طول؟ على طول، هو ده اللي ملوش اي ضرر وتقدري تستمري عليه على طول، مع السوائل الدافية، وتتجنبي المواد المهيجة للغشاء المخاطي. تمام، اللي هي زي الحاجات الحوادق والحراق في الأكل والمخللات والحاجات اللي بتتشم زي ما احنا قلناها، التراب والغبار والأتربة. وانت بتقولي عندك حساسية من حشرة الفراش، فلازم لو قدرتي كل يومين ثلاثة تشمسي المراتب والبطاطين، يعني كل الفرشه اللي بتنامي عليها، يبقى احسن طبعا عشان الحشره دي ما تتكسرش وتختفي تماما. طب اكويها يا دكتور؟ نعم، اكوي البياضه قبل ما انام. تعملي ايه؟ اكوي بياضه المخده بالمكوى سخنه. ممكن منام. ممكن طبعا. طيب واحسن حاجه تتعرضيها لاشعه الشمس، بتقتل العده تمام. طيب بتقتل حشرة الفراش تماما الشمس. يا ملهاش علاقة بالنظافة يا دكتور؟ نعم، ملهاش علاقة بالنظافة، يعني أنا بنظف على طول وكده. ما بس لازم تهويها في الشمس كتير، الفراش نفسه يطلع في الشمس كتير. طيب. شكرا على اتصالك يا أم أحمد. احنا قلنا طيب كنا بنتكلم في الوقايه، واحنا مسافرين عشان نحافظ على ودننا، سواء كنا المريض ليه احتياطات خاصه الدكتور بيقولها له. بنتكلم على الشخص السليم لما يجي يسافر لازم يمضغ لبان وما ينامش وهو في الاقلاع والهبوط، واثناء فتره الرحله لازم يشرب حاجه او حاجتين، حاجه دافيه، ويستحسن قبل ما يسافر ياخد حاجه مضاده للحساسيه مثلا قبلها بيوم، وبعد ما يرجع كمان ياخد حاجه مضاده للحساسيه، ويغسل طبعا قبل ما ينزل من بيته ويغسل مناخيره وزوره كويس قوي بميه دافيه بكربوناته قبل ما يطلع الطياره. وطبعا الهبوبه يعني لما يعلنوا انه هيبتدي الهبوط دلوقتي، يبقى في الحاله دي يبتدي يمضخ كويس، لو حس المضغ مش كفايه وان في ضغط على ودنه يقفل مناخيره وبقه بالطريقه اللي انا بعملها كده وينفخ بالطريقه دي. دي لو فضل يعملها يهوي ودنه على طول باستمرار هتقاوم شويه اختلاف الضغط الجوي، وخصوصا لو كان النزول سريع فبيعادل جزء يعني بتساعد قناه الاستاكيوس في معادلة الضغط الجوي. أما الشخص اللي هو يكون عنده مشكلة في الأذن الوسطى أو في الأنف أو في البلعوم، ده لازم ما يسافرش أو يأجل سفره على قد ما يقدر لغاية لما تتحسن حالته تماما ودكتور الأنف والأذن يقول له تقدر تسافر ولا لا. فعشان كده يستحسن أو الأفضل المثالي عشان تحافظ على ودنك إنك قبل ميعاد السفر بتاعك بأسبوع، عشان يبقى فيه فرصة قدام الدكتور إنه يحل لك لو في مشكلة ممكن تعمل لك مشكلة في الطيارة فوق أو بعد ما بتنزل. وخصوصا إن في بعض الأوقات بعد ما المريض بينزل بيخلص الرحلة بتاعته بالسلامة بيقعد حوالي أسبوع وهو عنده مشكلة في ودنه، حاسس إنها مكتومة وبتوجعه وفي ألم ورا ودنه وحاسس بصوت وش أو طنين، يعني وحس أنه في صداع وحاسس أنه زهقان بسبب المشكلة اللي ما خدش باله منها خالص اللي هي
التهاب او ارتشاح الاذن الوسطى، او ساعات بتؤدي الى التهاب الاذن الوسطى في اثناء الطيران وبسبب اختلاف الضغط الجوي اللي هو فاجئه بدون ما يكون مستعد ليه. طبعا ده كان موضوع حلقه النهارده، وان شاء الله يمكن لينا حلقه معاكم ان شاء الله في بدايه شهر رمضان هنشرح فيها اثناء بالنسبه للاخوه المسلمين ازاي نقدر لو قدر الله لو واحد اصيب بحاجه في الانف او في الاذن او في الحنجره اثناء فتره رمضان ازاي يتعامل، لو هو عايز يكمل اليوم بتاعه يكمله ازاي، واذا كان هيفطر في لو في حاجه تستوجب الافطار والحالات اللي بتستوجب الافطار والاعاده في الايام الثانيه طبعا بنقول عليها وبنشرحها بالتفصيل. فالحلقه الجايه ان شاء الله هتكون ناخد مدام حنان. اتفضلي يا مدام حنان. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي ابني عنده 14 سنه بيشكي من ايوه مدام حنان من الاذن، عنده ميه على الاذن على طول بتشوف له عليها بيديني مسكن وخلاص. مسكن ازاي؟ الميه على الودن ما مش علاجها مسكن وبس، ياخد فتره كده يرتاح فيها ويرجع تاني ودنه. هو انا عاوزه رقم حضرتك بتاع العياده علشان خاطر رقم ممكن تاخديه من الدليل او من الكنترول ان شاء الله بعد الحلقة. واهلا وسهلا بك في اي وقت، بس طبعا بالنسبة للمية ورطبلة الودن مش علاجها المسكنات خالص يعني. ناخد الاستاذ احمد من دبي. الو. ايوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك دكتور؟ أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد. الدكتور أنا معي صداع في راسي. أيوة. والصداع أغلبيته بكون حوالي عيني، ورحت على مستشفى هنا في دبي خلوني راجع دكتور عيون. رجعت دكتور عيون قال لي ما عندك أي مشكلة بعيونك. وخبرني إنه بدك تراجع دكتور أذن مشان الأذن الوسطى، يعني صداع شديد بصير براسي. صداع حوالين عينيك، في بلغم في زورك؟ لا الحمد لله ما في بلغم. طب انت عندك كم سنة يا أستاذ أحمد؟ عمري 31 سنة. طبيعة عملك إيه؟ طبيعة عملي بشركة نقل، والله أنا يعني بشتغل بدبي بشركة نقل. طيب هل بتتعرض لغبار الأتربة في شغلك؟ في شوية نعم في مجال تراب بشغلي نعم. طب والتدخين أخباره إيه معاك؟ بتدخن؟ نعم. بتدخن؟ لا والله ما بدخن، كنت اول بدخن بس هلا بطلت الحمد لله. دلوقتي ما بتدخنش لكن بتعرض للغبار والاتربه. طب الاكل الحادق الحراق المخلل بتاكل الحاجات دي؟ نعم. الاكل الحار بتاكله؟ والله باكل شوي مو كثير. تمام. بس في عندي بناتي بحكوني كثير، يعني حكي زايد حكي وحلقي كثير بحكني. علي صوتك شوية. دناتي فيهم حكي زيادة. حكة زيادة. أيوة. فين؟ في سقف حلقك؟ في سقف حلقي وبدناتي. والودن. والودن نعم. والسمع أخباره إيه؟ السمع أخباره إيه؟ بتسمع كويس ولا السمع تأثر؟ الحمد لله السمع كويس الحمد لله. طيب حاسة الشم أخبارها إيه يا أستاذ أحمد؟ كمان الحمد لله تمام. طيب هو انت عند حضرتك من الشكوى بتاعتك في التهاب في الجيوب الانفيه، التهاب مزمن، الحكايه دي بقى لها قد ايه؟ والله طلع فتره طويله يا دكتور. طبعا كان عندك حساسيه في الانف وقلبت بالتهاب في الجيوب الانفيه، واغلب الظن انها بسبب الغبار والاتربه اللي بتتعرض لها على طول. فطبعا علاجك هو مش في العيون، طالما كشفت عيون وقالوا لك وكشفت قاع عين وقالوا لك كويس والحدة الإبصار كويسة، يبقى في الحالة دي شكوتك طبعا الشكوى اللي حضرتك بتقولها بالظبط لالتهاب الجيوب الأنفية. طبعا لازم تاخد المضاد الحيوي المناسب عشان يعالج لك الالتهاب ده،
ونشوف لو في حاجة تانية مع الالتهاب زي تضخم في الغشاء المخاطي، في إفرازات داخل الجيب الأنفي، في طبعا في إفرازات أكيد داخل الجيب الأنفي هي اللي عاملة لك الصداع الجامد ده، بس برضو محتاجين أنك تعمل أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية ونشوفها، نشوف أي مشكلة تانية يعني أي دكتور عندك في دبي يشوفها لك متخصص أنف أذن ويشوف الجيوب الأنفية من الداخل فيها إيه، وتعامل مع الحالة مع علاج الالتهاب في الأذن، الالتهاب في الأذن الوسطى أو في الجيوب الأنفية. طبعا الحكة دي معناها احتمال يكون في التهاب في الأذن الوسطى أو وجود سائل في الأذن الوسطى زي حلقة النهاردة اللي احنا بنشرح فيها. شكرا على اتصالك. ناخد الأستاذ محمد من السعودية. تفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا يا فندم. بالصحة. الحمد لله. من فضلك عندي بنتي كشفت عليها عند دكتور أنف أذن، طبعا دكتور أطفال أول حاجة. دكتور أطفال قال لي عندها التهاب في الأذن الوسطى. التهاب في الحلق والتهاب في الأذن الوسطى، كتب لها العلاج بالنسبة لالتهابات الحلق الأول، والحمد لله استمرنا على العلاج 3-4 أيام أو 5 أيام زي ما قال وخفت شوية، وبعدين رجع لها الدور مرتين فقال لي اعرضها على دكتور انف واذن وحنجره. قلت له ماشي، فعرضتها على دكتور انف واذن وحنجره في المستوصف جنبنا، كشفت عليها قال لي عندها برضو رشح ونسبه مويه والتهابات في الاذن الوسطى والارتداد. تمام. هلا عندها ارتداد؟ فطبعا انا ارتجاع في الطبله قصدك الان، كنت اعرف استشاري طب الازهر برضو عندها دكتور محمد الأحمري، فروحت عرضتها عليه، فلما رحت عرضتها عليه قال لي لا ما عندهاش حاجة هدايا، بس نتيجة الرشح، نتيجة رشح بسيط بس، وبرضو أسلها الضغط وكل حاجة، وكتب لها على علاج بسيط. الأولاني كان كتب لها علاج تاني على علاج الناس الكبار هم اللي بياخدوه. علي صوتك شوية. كتب لها علاج إيه؟ فمش عارف بصراحة، أنا احتارت. كتب لها على علاج الأولاني، كتب لها على علاج بياخدوه الكبار يعني ما ينفعوش اي بنت. هو عمرها قد ايه بنتك؟ عمرها قد ايه؟ سنها كم سنة؟ نعم. سنها كم سنة ايه بنت حضرتك؟ عمرها كم سنة؟ عندها سنة وسنة وشهرين. سنة وشهرين. بترضع؟ بترضع؟ لا ما بترضعش؟ لا 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 مصطومة. طيب تمام. طيب والدكتور الثاني قال لها، قال لها في ايه عندها؟ لو سمحت الدكتور الثاني اللي هو وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. قال لي لا ده ما عندهاش حاجه بس. نعم. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. طيب قال لي، قال لي عندها شويه رشح بس خلف التهابات في الانف الاذن، التهابات في الاذن الوسطى بس. قال لها، قال لك ارتشاح في الاذن الوسطى امتداد ولا في اي شيء؟ ما قالكش ارتداد في طبله الودن؟ اه لا ما هو ده ممكن الاثنين ممكن يكونوا صح يا اخ محمد، لان ممكن الاولاني شافها كان في ارتداد وبعدين حصل خلاص الارتداد ده ممكن يروح في 10 دقائق وترجع الطبله لطبيعتها، فالتاني لما شافها ما كانش في ارتداد. فالاثنين صح يعني، الاولاني كان شافها كان في ارتجاع في الطبله والتاني كانت الارتجاع ده اتحسن. ايوه بتضرب على ودنها المشكله بتاعتها. طيب هو ما زال برضه على فكره هي الاول كانت بتنكش ودانها. دلوقتي برضه ما زالت برضه يعني بتنكش ودانها. ما هو بتنكش في ودنها يبقى اكيد في سائل ورا يعني طبله. بعد ما اخذت العلاج الحمد لله. بص يا اخ محمد طبعا الفيصل يعني استمر على العلاج مثلا. الفيصل لازم يتعمل لها ضغط اذن وسطى ووظيفه قناه ستاكيوس. لازم يتعمل لها اختبار بالكمبيوتر ضغط اذن وسطى. الدكتور رامي الاولاني. ايوه تمام تمام. الدكتور رامي الاولاني عمل لها اسلحه الضغط تمام بتاع الانف والاذن، وبرضه الاستشاري برضه نفس الحكايه اسلحه الضغط. تمام. كان طلع فيه حاجه؟ الضغط طلع فيه حاجه؟ نعم. ضغط الاذن الوسطى كان فيه ضغط، الضغط ده كان سلبي؟ ما انا بقول لك بقى ده انا مش سامعك بصراحه التليفون بيقطع خالص. الثاني قال لي ما عندهاش امتداد. كان الاول عندها ارتداد وتستعالج، يبقى الثاني الثاني
طيب واضح الاتصال اتقطع. ناخد ام احمد. اتفضلي يا ام احمد. اتفضلي يا ام احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو. اتفضلي يا ام احمد. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور انا مش سامع حضرتك خالص من التليفون، فانا اقول لحضرتك اللي انا اللي فيا. يعني هو انا بقالي 10 سنين عندي حساسيه في الجيوب الانفيه شديده قوي قوي، وكنت باخد علاج كتير وكده ووقفته، ودلوقتي بقى بتجيلي بدوخه كتير قوي، بقى عندي دوخه بتجيلي ببقاش يعني كل ما اروح في مشوار بعيد او في مكان غير اللي انا فيه دايما احس بالدوخه دي، وبتجيلي بقى مع الرشح ومع ومبقاش حاسه ان انا متوازنه خالص. انت عندك كام سنه يا ام احمد؟ فتعبانه جدا يا دكتور، ويا رب ربنا يديك الصحه يا رب. يعني عايزه بجد عشان الدوخه دي مسببه لي تعب فظيع. ما بتجيليش الدوخه الا وانا تعبانه، لما بكون مناخيري تعبان. طب انت عندك كام سنه يا ام احمد؟ عمرك كام سنه؟ انا عندي 32 سنه. طيب بتاكلي شطه وحوادق ومخلل كتير؟ اسمعينا يا دكتور، كنت باكل كتير بس دلوقتي بقيت اخف شويه، مش كتير قوي. وده والبلغم عندي على طول، والبلغم عندي على طول يا دكتور بيبقى واقف في زوري، وعندي على طول هرش، عايز اهرش في ودني واهرش في الحلق بتاع سقف بقي. تمام. طيب الدوار ده بيجي لك لما تحركي راسك فجاه يمين او شمال؟ هو ساعات لا، ساعات بيحصل لي من غير حاجه، وساعات بيحصل لما اكون لو دايرت دماغي مره واحده واحس بعدم اتزان كده. ولما اغير مكان يا دكتور، يعني لما اروح مثلا مكان، يعني انا كنت قريب في كنت عند قرايبي في الصعيد، فاول ما روحت هناك عندهم حسيت بالدوخه دي جامد، وبعد كده مناخيري تعبتني قوي. وما بروح اكتوبر عند اهلي او حاجه برضو نفس الشيء ده بيحصل لي. طب بصي يا ام احمد، انت محتاجه تعملي طبعا تعالجي الاول الجيوب الانفيه دي اللي عندك، وبعدين نعمل مقياس سمع وضغط اذن وسطى وظائف قناه استاكس واختبارات اتزان، دول لازم يتعملوا ونشوف فيهم ايه ونعالج على اساسهم. يعني انا محتاجه اعمل اشعه؟ مش اشعه، تعملي فحص بالكمبيوتر على السمع، على مقياس السمع والاتزان وضغط الاذن الوسطى ووظائف قناه الاستاكيوس. طب يا دكتور انا بسمع كويس، انا سامعي كويس. ملهوش دعوه بالسمع انك سامع او لا، احنا نشوف حاجات تانية، نشوف سبب الدوخ، انا هشوف مقياس السمع واقيس عصب السمع عشان والعصب الاتزان عشان اشوف سبب الدوخه ايه. طيب يا دكتور، يعني هو الدوخه دي من الجيوب الانفيه او التعب اللي الجيوب الانفيه اثرت على الودن واثرت على الجزء الخاص بالاتزان في الودن. اثرت ازاي؟ ده ما بيبانش بالكشف العادي، بيبان بالحاجات اللي قلت لك هنعملهم دول. طيب يا دكتور جزاك الله خير. الله يخليك يا ماما. العافيه يا دلوقتي عايزين بعد ما خلصنا حلقه النهارده عايز نطلع، هنطلع بالحلقه دي بايه، من ايه ان احنا لازم نحافظ على قناه استاكيوس دي سليمه عشان ما يجيش ارتشاح في الاذن الوسطى. نحافظ عليها سليمه ازاي؟ ان احنا نحافظ على سلامه الانف والبلعوم، دي اهم حاجه عايزكم تطلعوا بيها من الحلقه دي، نحافظ على سلامه الانف والبلعوم، بالتالي هنحافظ على الاذن الوسطى من خلال المحافظه على قناه استاكيوس، مش بس ان يحصل فيها ارتشاح وكمان التهابات ونحميها. ازاي نحافظ على الغشاء المخاطي للانف والبلعوم؟ احنا زي ما قلنا يمكن في كل حلقه بنقولها ان الغشاء المخاطي بتاع الانف والبلعوم والجيوب الانفيه والقناه استاكيوس والاذن الوسطى كله البطانه يعني من الداخل كلها متوصله ببعض ماشيه حته واحده. اللي متعرض لبره في الشارع ايه؟ الانف والبلعوم عن طريق تجويف الفم. لو حافظنا على الانف والبلعوم سلام هنحافظ بالتالي على قناة استاكيوس ومنها الأذن الوسطى وبالتالي الأذن الداخلية سلام. نحافظ على الغشاء المخاطي للأنف والبلعوم إزاي؟
أول حاجة إن إحنا نتجنب الحاجات اللي بتهيج الغشاء المخاطي وبتولد إفرازات كتير. الإفرازات الكتير دي بتبقى أساسا فيها نسبة بروتينات عالية فبتكسر عليها البكتيريا. إن الإفرازات نفسها لما تكون كتير بتضايق، وكمان لما تتكسر على البكتيريا تعمل التهاب وتبتدي تعمل حرارة وسخونية في على حسب المكان اللي تكسرت فيه. لو في الأنف التهابات في الأنف، لو في الجيوب الأنفية هتعمل التهاب في الجيوب الأنفية، لو في الأذن الوسطى هتعمل التهابات في الأذن الوسطى، ولو في الحنجرة هتعمل التهابات في الحنجرة. يبقى ناخد اتصال وبعدين نكمل. أهلا يا أخ حماد. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الله يكرمك يا دكتور، الحمد لله. يا دكتور أنا مقيم في الأردن وعندي حساسية في أنفي، بس دي ساعة بتجيلي بتخليني أعطس، أفضل أعطس أحسن من ربع ساعة، وبتخليني إن ما جبتش دم ما برتاحش. وكشفت قبل كده ومشيت على العلاج وبقيت ممتاز، بس لله للأسف نسيت أجيب العلاج معايا أو أخده معايا. طب أنت عندك كم سنة يا أخ حماد؟ عندي 40 سنة. في ضغط أو سكر؟ لا الحمد لله. طيب عملت أي عمليات جراحية قبل كده؟ لا لا لا. طيب حكاية الحساسية في الأنف دي أو الحكة اللي في الأنف دي بقالها قد إيه؟ والله يا دكتور بقالها يمكن حاليا دلوقتي بقالها، هي دلوقتي بقالها معايا يجي شهر، بس قبل كده جات لي برضه، يعني بقالها هي يجي سنة ونص أو سنة جات لي، وبس كشفت وخدت العلاج بقيت ممتاز، بس بقالها يجي 20 يوم دلوقتي جاي عمال اعطس كتير كتير. لو رحت الجامع لو بقيت انت دلوقتي هنا ولا في الاردن؟ لا والله انا دلوقتي في الاردن حاليا. في الاردن. طيب بتتعرض لغبار وتراب كتير؟ هو ده يا دكتور شغلي كله في الغبار، انا عامل شغال على كتفي. ايوه عشان كده يا اخ حماد بتعرض لتراب وغبار كتير. بص يا اخ حماد، يا دكتور شغلي كله في الغبار والغبره والحاجات دي. طيب بص طبعا مش نعم. هنقول لك سيب شغلك او مش هنقول لك، لكن تتكيف مع والله ما اعرف اشتغل اللي هو يا دكتور. لا ما انا بقول لك ولا يحزنون. هقول لك تتكيف معاه ازاي. انك كل يوم اول ما تروح تغسل مناخيرك وزورك بميه دافيه بكربوناته، ربع معلقه كربوناته على كوبايه ميه يعني دافيه. الكربونات ده ازاي يعني يا دكتور؟ بكربونات الصوديوم، هتجيبها من عند العطار، اي عطار عندكم قول له الكربونات اللي بتتحط على عرق سوس. اللي بتتحط على ايه يا دكتور؟ على العرق سوس. على عرق سوس؟ ايوه. هتحط ربع معلقه على كوبايه ميه دافيه كبيره وتستنشق وتتغرغر 3 4 مرات في اليوم. كل يوم 3 4 مرات كل يوم، وخصوصا اول ما ترجع من الشغل عايزك تنفض لي التراب ده كله والغبار من الانف والبلعوم. تمام. دي الحل الوحيد، انك تبقى بعد كده مع الوقت الاعراض دي تختفي تماما. طبعا اثناء الالتهاب او لو انت حاسس بصداع او حراره او عطس جامد لازم تعرض نفسك على ازقام عينيا. يا دكتور بتاكلني قوي الايه؟ عينيك ازقام عينيا لما بعطس بتاكلني قوي، ببقى عاوز اقطعها. في الحاله دي بتروح للاخصائي هيديك العلاج المناسب على حسب نوع الحساسيه اللي عندك او المرحله بتاعت الحساسيه اللي عندك. انما انا بتكلم بشكل عام عشان تحافظ على نفسك بعد كده، مش كل شويه هترد عليك، طبيعة شغلك هتخليها كل شوية ترد عليك. فعشان نتجنب الحكاية دي على طول نغسل الأنف والبلعوم بالمحلول القلوي اللي قلت لك عليه ده على طول باستمرار، وتشرب حاجات دافية وتمنع التدخين. أمشي عليها مؤقتا؟ مش مؤقتا، تمشي عليها على طول. طيب يا دكتور ما شاء الله يكرمك. الله يخليك، شكرا على اتصالك يا أخ حماد. نرجع لإزاي نحافظ على الغشاء المخاطي للأنف والبلعوم الأنفي. احنا قلنا ان اول حاجة نبعد عن المهيجات اللي هي بتزود الإفرازات للغشاء المخاطي، والمهيجات دي عبارة عن حاجات بتتاكل او حاجات بتتشم او حاجات بتتلمس، يعني اللي بنتجنب الحاجات اللي بتعمل حساسية في الأنف او في البلعوم الأنفي او في الحنجرة. الحاجات اللي بتتاكل، الحاجات اللي عليها مواد صناعية زي مواد حافظة، مكسبات لون وطعم، الحادق، الحراق، المخلل، كل ده طبعا بيهيج الغشاء المخاطي. في حاجة مهمة جدا في الحر ده، نتجنب ان احنا نشرب حاجة ساقعة قوي اثناء الحر، لان السائع برضو الفرق الجامد في درجات الحرارة بيتعب جدا الغشاء المخاطي وبيؤدي لالتهابه بصورة سريعة.
تانية حاجة طبعا نحافظ عليها، نتجنب التدخين، نتجنب ما نقعدش، مش بس نتجنب ان احنا ندخن، لا نتجنب ان نقعد جنب حد بيدخن. اللي بيبقى قاعد جنب حد بيدخن بيدخن سلبي، التدخين السلبي ليه نفس اضرار التدخين الايجابي. فنبعد عن التدخين تماما. كمان عشان نحافظ على الأنف والبلعوم الأنفي، نتجنب ان احنا نحط من نفسنا نقط الأنف دي باستمرار، لان نقط الأنف دي من الحاجات اللي هي مضرة جدا بالأنف، وبتتاخد يمكن احنا بنكتبها في أوقات صغيرة جدا، ويمكن في أوقات كتير جدا ما بنكتبهاش، لان المريض لو ارتاح عليها بيقعد مستمر عليها، وهي لو استخدمت اكثر من 3 4 ايام بتجيب نتيجه عكسيه، وبتبتدي تتعب الانف وتعمل مشاكل كبيره جدا. نتجنب التغير كمان المفاجئ في درجات الحراره، بمعنى ان احنا دلوقتي مثلا في الحر ما ندخلش مثلا من درجه حراره 40 45 من الشارع على طول على تكييف درجه حرارته 20 او 18 مره واحده، لا لازم نقعد الاول في درجه حراره الاوضه العاديه اللي هي 28 29، وبعد كده نبتدي نفتح التكييف على درجه بسيطه مش درجه عاليه، او ما نقعدش في على طول في طيار هواء مروحه او كده واحنا عرقانين. نتجنب التغيير المفاجئ في درجات الحراره. وفي الشتاء ما نكونش ما نقومش من تحت اللحاف على طول على الحمام، لازم نشيل مثلا اللحاف الاول ونقعد شويه في الاوضه ناخد درجه حراره الاوضه الاول، وبعدين وبالذات لو كان في اطفال صغيرين وهتودوهم المدرسه بلاش الام تشيلهم من تحت اللحاف تروح مدخلهم على الحمام مره واحده. طبعا التغيير المفاجئ ده في درجات الحراره برضو بيتعب الغشاء المخاطي. كمان الجفاف، ناخد اتصال. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ معلش كنت بكلمك وخطاطه، معلش. يا اتفضل. بالنسبه لبنتي زي ما قلت لك، لما رحت للدكتور الاولاني عمل لها مقياس وبالكمبيوتر وكل حاجه. تمام. الفرق بينه وبين الدكتور الثاني الاستشاري، الاستشاري قال لي ان ما عندهاش انسداد ولا حاجه. الاولاني قال لي عندها انسداد. تمام. عندها ميه خلف الطبله، تمام، وراشح يعني. الثاني طمني قال لي لا ما عندهاش اي حاجه، بس هي نتيجه التهاب، وكتب لي على شويه علاج والتزمت عليها. بس العلاج اللي هو الدولي في فرق عن الاولاني. هو الاثنين احتمال يكونوا صح الاثنين، الاولاني كان فيه ارتداد في الطبله وميه ورا طبله الودن، ودي ممكن في خلال اليوم الواحد بتتغير، والثاني كان لما راحت كشفت ما كانتش موجوده، وخصوصا لو كانت مش حاجه مش مزمنه، يعني مش سبب بمرض او قناه استاكيوس مش قافله فمش مستمره، فالاثنين صح. الاثنين صح، احتمال يكونوا صح الاثنين. ونتيجة ان البنت بتهرش في ودانها، يعني يبقى بتهرش في ودانها. ما هو بتهرش في ودانها لما يكون في ميه، ما هو ممكن راحت للدكتور الثاني وقال لها ما فيش ميه ولا حاجه، وبعد ما مشيتوا من عنده مباشره اتكونوا شويه ميه ودخلوا جوه الاذن الوسطى بعد ما مشيتوا من عنده، ممكن بعديها ب 10 دقائق. فيعني الميه دي زي ما حضرتك قلت نتيجه لمرض البلغم اللي هو في المخاط، يعني والحاجات اللي هي في ايوه بالظبط، المخاط والافرازات اللي في الانف والبلعوم الانفي والحنجره او التهابات اللحميه او اللوز، كل ده بيأثر على الاذن الوسطى. طب لو حضرتك استمريت على الاتروبين اللي هي حق الاطفال؟ لا لسه، احنا لسه يمكن انت لو كنت بتتصل وانا بقول ممنوع منعا باتا نقط الانف. تمام. نقط الانف بتحسن شويه وبعدين هي نفسها بتزود المشكله. طب يعني انت رايك في الموضوع ده استمر على العلاج؟ على حسب، انا ما شفتش الحاله عشان اقول لك تستمر على ايه، بس يعني من القصه اللي بتقولها حضرتك مش نستمر على العلاج، نستمر على التعليمات اللي احنا بقولها ان هي تمنع عن لما طالما اتفطمت يبقى ما تاكلوهاش اي حلويات او حاجات عليها مواد حافظه او مكسبات طعم او لون كتير، دي حاجة. نتجنب الحاجات الساقعة، المية الساقعة، الجيلاتي، الحاجة العصاير اللي في علب أو في كياس، كل ده ممنوع. تشرب عصاير فريش وتشرب سوائل دافية كتير. معلش يا دكتور، طيب أنا قلت لك إن هي عندها شهر سنة وشهرين أو 3 شهور. طبعا هي مفتومة، بأكلها زبادي. أيوة. بديها حليب المراعي هنا في السعودية. تمام، حلو قوي. الحاجات كلها على مواد حافظة.
لا ده ما فيش، لا ما يحتويش ده على مواد حافظه، كميه صغيره. انا بتكلم على المواد الحافظه زي الشيبسي والبوزو والشوكولاته اللي هي، والشوكولاته والحلويات اللي عليها شوكولاته او الكريمات، الحاجات اللي عليها مكسبات طعم، لهم بطعم الفراوله بطعم الموز، كل ده خطر. تمام تمام، دي حاجة. الحاجة التانية ما نجيب نحافظ على ودنها من المية، لما تيجي تستحمى نعوص قطنة فازلين ونحطها في ودنها. تمام. عشان المية ما تدخلش. تمام. تمام؟ دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة لو نعرفها، يعني طبعا هي سنة وشهرين مش هتعرف تمضغ لبان أو علك يعني. المضغ اللبان ده هيفيد برضه في قناة التهوية بس لما تكبر شوية، إنما خلينا دلوقتي على التعليمات اللي احنا بنقولها دي، إن احنا نمنع الحاجات المهيجة للغشاء المخاطي، نشربها سوائل دافية، نحافظ على ودنها ما نجيبش مية عليها، ونتجنب نقط الأنف خالص في مناخير. تمام تمام شكرا. العفو يا نكمل موضوع، نكمل ازاي نحافظ على، يمكن الاخ محمد سؤاله كان يعني جزاه الله خيرا، سؤاله كويس، يمكن لخص موضوع الحلقه، خلانا نلخص لكم موضوع الحلقه في سؤاله ان هو يعمل ايه للبنت، وما شاء الله يعني هو واضح ان هو عنده وعي صحي، هو عايز يعني عايز الوقايه اللي أنا بقولها دلوقتي، فياريت الأخ محمد برضو يركز معانا برضو في تكملة الوقاية. بنقول إن إحنا عشان نحافظ على، نكمل الحاجات بسرعة عشان وقت البرنامج قرب يخلص، فهنكمل بس على الحاجات اللي هي ناقصة بالنسبة للغشاء المخاطي. برضو نحافظ على الغشاء المخاطي بان احنا على طول نهتم بنوعية الاكل. نوعية الاكل لازم عشان يجد الغشاء المخاطي ده، الخلايا بتاعته بتجدد نفسها كل شهرين ويمكن او ثلاثة، وفي الاطفال بتبقى اسرع من كده، فانا عايزين لما يجي التجديد الخلايا اللي تتجدد نفسها تجدد نفسها على صحة مش على مرض، ما تكونش نفس نوعية الخلايا القديمة المريضة. فعشان تتجدد على صحة لازم يكون المكونات بتاعتها كويسة، نهتم بالحاجات اللي هي فيتامينات اللي هي الحاجات الطبيعية زي السلطة الخضراء، الفاكهة نكتر منها، العصائر الطبيعية الفريش، الأكل البروتينات، شرب اللبن. طبعا اللبن يستحسن يبقى خالي الدسم بيبقى أحسن عشان الدهون نفسها مضرة وبتغذي الميكروبات أكتر ما بتغذي البني آدم. كمان أكل الزبادي مهم قوي، اللحوم اللي هي الحمراء ويستحسن تكون مسلوقة ما تكونش فيها دهون، نقلل الدهون والنشويات في أكلنا ونكتر السلطة الخضراء والفاكهة، التوازن ده. كمان عشان الغشاء المخاطي يجدد نفسه لازم الدورة الدموية بتاعت الأنف والبلعوم تكون سليمة. هتكون سليمة ازاي؟ هتكون سليمة بممارسة الرياضة، أي نوع من الرياضة بالنسبة وخصوصا في الأطفال، يعني يمكن أحسن، يمكن من أحسن الرياضات اللي بتحسن حساسية الأنف وبتحسن غشاء المخاطي السباحة. لو قدرنا في فترة الصيف أهو إن كل إن أطفالنا يروحوا مثلا ياخدوا السباحة دي كتدريب، هي هواية طبعا وتدريب، بحيث إنهم المدرب بتاع السباحة لما يعلمهم 3-4 مرات في الأسبوع يبقى، والتدريب يفضل ساعة أو ساعتين، الجسم بيستفيد جدا جدا. مش السباحة بس، اي نوع من الرياضه، او حتى لو بالنسبه للستات اللي هو مش متاح ليهم انهم يمارسوا مثلا الرياضه في نادي او في مكان عام، في البيت ان شاء الله تجيب الملابس الرياضيه وفي البيت تعمل في مكان يكون تهويته جيده وتمارس الرياضه، ان شاء الله الرياضه السويدي والرياضات اللي هي رياضات البطن والعضلات وتقويه عضلات الجسم دي كلها بتنشط، او الجري حتى في المكان باستعمال العجله او كده، باستعمال العجله او خلافه. الرياضه طبعا دي مهمه جدا. اخر حاجه الحالة النفسية برضو، سواء للطفل أو للكبير مهمة جدا. الحالة النفسية بتأثر على الجهاز المناعي ومن ثم بتأثر على الحساسية أو على الحساسية أو الالتهابات بتاعة الجسم، وبتفقد الغشاء المخاطي سلامته. فنتجنب بالناحية النفسية، نهتم بالناحية النفسية جدا بالنسبة للطفل وبالنسبة للكبير. طبعا أشكركم على أنكم استحملتوني طول وقت الحلقة، وأشكركم وإلى اللقاء في حلقة قادمة. وزي ما اتفقنا إن شاء الله الحلقة القادمة هتكون بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين، وهنشرح
بقدر الامكان هنجمع الحالات اللي تستدعي الافطار والحالات اللي نقدر نكمل فيها ونكمل فيها ازاي بدون ضرر. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعيد شهر رمضان على مصر والأمة الإسلامية كلها بالخير والبركات والسعادة والصحة بإذن الله. ودلوقتي أترككم في رعاية الله وعنايته، تمنيا لكم دوام الصحة والتوفيق. سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أغلى ثروة.